ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليه بقى في رجال دين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي سلطة دينية ولكن بشكل غير معلن. سؤالي كده عشان فيه هجوم فجأة حصل. نسمع طيب نشوف اللي بيحصل. ليه الدين أصبح حكر على رجال الدين فقط؟ من دلوقتي من امبارح لو عايزة تتعلم الدين، هو الدور الصح لرجال الدين يلبس لبس العلماء وله لحية عظيمة. بس معرفش هو اللي بيقوله، هتقيمه وتشوف الكلام بتاعه موافق لكلام أهل السنة وموافق لما هو موجود في التراث الإسلامي ولا لأ. لما يلاقي الراجل اللي بيكلمه عن الزهد، ما هو الزهد ليه ممنوع عند رجال الدين الكلام في الحب والمشاعر ودايما بينتقدوه؟ ده الشيخ أكتر ناس حبيبة. مين معاه مفاتيح الإسلام الصحيحة؟ خلال عصور مختلفة كان بيتم حرق كل الكتب بتاعت المخالفين. والله دي من الأكاذيب اللي أنا أسمعها ولا دليل عليها. ليه شخصية عالم الدين أو الشيخ في الدراما تحولت لمحل سخرية؟ علشان دي حاجة مقصودة، إن هم عايزين ينفروا الناس من العلماء ومن الدين.